اهو هتعمل فيه ايه؟ معفن. شيل يا حاج ناصر، شيل يا حاج ناصر. روح هات المضر يا عم ناصر واحذف المشروب. زرعة السنة راحت بسبب ارتفاع درجة الحرارة، البصل عفن والتجار عرضنا الكيلو باتنين وبتلاتة جنيه عشان ينباع، وللأسف درجة الحرارة عالية خلته عفن. البصل معفن من جواه؟ أيوة معفن من جواه. اكسر كده بصل عم ناصر بعد كده وريني. عفن والله نبيعه حتى بجنيه ونص ونحاف. اكسر بصل كده وريني. بس تكون عامله اللي هي مسلوقه زي اللي انا كنت مريها. اهي مسلوقه. طب ده، طب كل سنه انتوا بتخزنوا بصل، ايه اللي بقى اللي خلاكم تعملوا كده السنه دي؟ ايه السبب السنه دي؟ الحر يا باشا. بص يا ريس، الحراره. مش وبعدين على اهو اهو خميره يا بيه اهو هذا البصل، وربنا يعوض علينا. هنعمل ايه يعني؟ كلمنا يا عم الحاج. نعم. خساره يعني تتقيم بكام السنه دي؟ الخساره؟ اه الخساره السنه دي يا باشا ما فيش اي حق خالص. خالص. يعني حتى مش لاقي من حق الدو والكيماوي، مش ايجار الارض، لا الدو والكيماوي ما يجيبوه. يا حتى قلنا هنبيع بجنيه ونص، مش عارفين بجنيه ونص، مش عارفين بجنيه ونص، مش عارفين. يعني انت عايز تقول ان الخساره النهارده تتعدى المبلغ وقدره؟ تتعدى مبلغ وقدره، يعتبر اصلا مش جايب فلوس خالص. يعتبر ما فيش بصل. وطبعا الحاج ناصر دلوقتي هيجيب اللودر عشان يشيل الحاجات دي كلها. يشيل يا عم، ينضف بس ويرميه في المشروع. احنا ربنا يعوض علينا، هنعمل ايه يعني؟ يعني مفيش اي امل؟ مفيش. امال الريحه اللي طالعه دي؟ ما عرفونا يا باشا. عرفونا من الحراره. يعني الحراره كمان انهت على حياه البصل كمان ودمرته. احنا كل سنه بنخزن بصل. بنخزن الناس مع الناس دلوقتي ما عادش عايز عن البصل ده. بامانه والله، طول ما انت ماشي حتى وصل اي بصل تشم الريحه، وخد بالك انت من شم ريحه والهبوش والعفار وال ده دي ما فلوس كمان. دي انا جبت انفار فرزيته. فرزيته طلعت طلعت ولا ربع ولا نص. تعب السنين ضاع. اي والله. ايوه. تجار البصل بكفر الشيخ عليه العوض ومنه العوض. البصل عفن والكيلو عرضينه ب 2 جنيه وب 3 جنيه، عرضينه بجنيه ونص. بجنيه ونص والله. وللاسف والله ما هم راضيين يشيلوا بجنيه ونص كمان. طب الحل يا عم الحاج، خسارتكم وقت كانت تقدر بكام؟ نعم. الخساره تقدر بكام الخساره؟ الخساره ما تقدرش باي فلوس. بمهرد الله. وبتاع الكيمياء عمال بيطلب، وبتاع الدواء عمال بتاع المبيدات عمال بيطلب، واخد بالك انت؟ انا حاجه انا شايف ان في بصل، بصل اسود كله زي الطين. كله شيء. البصل اصلا مش ما فيش بصل عندك. عايز اللودر كده يشيل ويترمي. اللودر يشيل ويترمي. والله عايز اللودر يشيل ويرمي يعني تخسر اجره اللودر وجره. وانفار طول السنه وتحويل. انفار طول السنه. واللي هناك ده كمان بايظ ده؟ واللي هناك ده خلاص بايظ. تعالى كده يا محمد. عليه العوض ومنه العوض. البصل بكفر الشيخ ينهي على امال التجار بعد شهور من التخزين. اهو اهو يا باشا حمران اهو، جاي نفس الكاميرا اهو حمران اهو محروق متفحم اهو. بصل
اهو. يلا يا باشا والله انا بشهد لما باجي عند البصل بامانه بالمجد الله. معلش يا عم الحاج معلش بس انا بس عايز اتكلم عن الخساره، خسارتك قد ايه؟ وكلمنا كده عشان خاطر يعني نعرف الخساره بتاعتك قد ايه. يعني الخساره السنه كده ما كلش عن مليون. مليون جنيه؟ والله ما كلش عن مليون. في شوية البصل ده كده ما يكلوش عن مليون. مليون جنيه؟ مليون جنيه والله. خرب بيت. بيتي تقفل يا باشا. ويعلم انت بايع ايه ولا جايب ايه ولا جايب منين؟ يا باشا جايبين فلوس واخد بالك، طب وقروض واخد بالك، تعالى يا سيد بين المتعشمين خير بين البصل ربنا يكرمنا فيه واخد بالك كده اهوت، ومأجرين الارض واخد بالك والدنيا تمام. الشكاره بتتكلم ب 1200. لكن طرق تخزين البصل هي طرق سليمه، مش عارف تخزين. يا باشا دي شغلتنا. بالنسبه لخزين البصل ده شغلتنا. وكل سنه بنخزن واخد بالك، كل سنه مش عارف السنه اللي بس هي درجه الحراره. درجه الحراره اللي مش في الجو كده. حتى بقول لك الناس بتقول لك الناس يعني الناس من درجه الحراره كمان يعني الاطفال تعبت في حمو النيل وغيره وغيره والناس كلها يعني درجه الحراره السنه اذت الكل. يا باشا اذت الكل، بص في اي شارع. ان كان في الكمون ان كان في اللب واخد بالك انت، شلله اللب عندنا. شلله اللب. الكمون واخد بالك، اللب، البصل، المحصول كويس السنه دي. ونخرب بيت الناس. والله السنه دي السنه جت ظهرها. اللي عملوه اللي عملتوه السنه التجار اللي بنعمله بقى لنا بتاع 20 سنه. راح السنه دي. البصل عفن والكيلو عرضونه بجنيه ونص وللاسف مش لاقيين حد يشيله. تجار البصل بكفر الشيخ بيوتنا انخربت وبقينا بنتعب لما بنيجي عند البصل. البصل عفن وروح طلعت وكم كم مستوى البصله من جوه اسودت وعفنت من حراره الجو، والتجار زي ما حضرتك مش سامعين بقينا بنكره نيجي عند البصل، بيوتنا انخربت والخسائر الخساره تقدر بملايين زي ما بيعملوا كل سنه، طريقه تخزين واحده لكن درجه حراره الجو السنه دي خلت البصل يعفن، لكن طريقه تخزين هو بيقول ان انا تاجر ابا عن جد جد تمام، يعني مش عيب تخزين او سوء تخزين، لكن العيب في او المشكله في درجه الحراره. متابعينا وحبايبنا في كل مكان، متابعينا وحبايبنا في مصر، وحضراتكم شايفين الشكاوى واستغاثات تجار البصل، بيوتنا مهدده بالغلق ونخرب بيتنا، والسبب ارتفاع درجه الحراره اللي اتخطت ال 50 درجة في بعض الأيام، البصل ريحته طلعت وتفحم وبقى عامل زي المهلبية تتك عليها تتفحص. متابعينا وحبايبنا في كل مكان، متابعينا موقع التلفزيون المباشر من مصر، رصدنا استغاثة فلاحي كفر الشيخ أو تجار البصل بكفر الشيخ بعد خراب أو ضياع محصول بصل بسبب ارتفاع